بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لقد تابعنا جميعا بيانات ومواقف دولنا والمجتمع الدولي والتي أعربت عن بالغ أسفها للقرار الصادم للولايات المتحدة الأمريكية بشأن القدس، والذي اعتبرت بأن هذا القرار الأحادي يمثل انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات المرتبطة بعملية السلام. وأكدت كذلك بأن هذا القرار الصادم راح يقوض عملية السلام في المنطقة ويشكل تهديد مباشر للأمن والاستقرار فيها. لذلك نحن نأمل ونتطلع من الإدارة الأمريكية أن تعيد النظر وتراجع ذلك القرار، وباعتبارها راعي رئيسي لعملية السلام أن تبذل المزيد من الجهد في إيجاد حل نهائي لعملية السلام وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين. وفي النهاية نحن الحقيقة جميعاً متفائلين أن لا يمكن تغيير الحقائق التاريخية والدينية. وشكراً.